إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب التفسير في تفسير آيات وكلمات من سورة الزمر، والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي النبي جاء ليمد بالصدق. قرآن كان ليمد يا وحيه وصدقي وآيد صدني صدح من سورة الزمر. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. النبي قال لي من صدقك إي قرآنك إي وحيك حقه هذا نرمي إي إي أنت الرعض الرمي سيبا كوى إلهي وحكسي في إي إن أيهين كوى متقين تا قباد إلهي عردي سي عقوبتي سي وقبضا سميستي من ضاعة الله تبارك وتعالى من فعل الطاعات واجتناب المحرمات أو المنهيات عموما. والذي جاء بالصدق وصدق به المؤمن يجيء إيمان يوم القيامة مال تقيامه يقول حؤرا هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. إله يو كتاب كان قرآن كأه ونسود جسود نسيسي وانكو عمل فلي سام بؤرا مركب حالقو سفيي متقين إنيهين والنبي قال انت الرعضي. وقال غيره متشاكسون، تفاسير تنسو ودني اردن مجاهد بيهيت. وقال غيره اي غير مجاهد متشاكسون، لفظي قاس ونهراء صومرني آية السقال يلا باتناد ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، لفظي قاس مختلفون وي
فوليما مختلفين كلية مئة عن يدين نحريس درن نول باي أوربا وحو أسوء ربا وحكرنا وندن كرهين مركا الرجل الشكس الشكس العسر وقفك عرسوي عرس وحلق وضا طبعك أدق طبعك حن لا يرضى بالإنصاف وانصاف كأيو مدن أن رأى لكون قنين ظلم يجور يوحك الصيني حقي سربان بودونية أدون مركا دات ساسا كتل حيية يو أدون ننك ليه ضبع في عن وأن حريص بلا أولي هي وهل أمر للصين يو كيبا ونكسا وموقتا عقليا وحالا ماذا قفك إلهي غير كعبدي قفك إلهي وحيدي ورجلا سلما لرجل سلما سالما سلما انتبه سالما وهو يقال سالما أي صالحا وصالح سيد كيسون وصالح اشمأزت آية دافرتني شنات وهي قوله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون اشمئزازك وضد الاستبشار قف كم مركو بشارة صوح بشارة له الله الشيخ وفرح سنيهي قلبك سوى منشرح وجهك سوى إفيا فرح سنيهي وكم غنسا ضده وإشمئزاز قلبك وعريري وجهك وكدديه وضد سنيه سقدني ربي وحوت المامية قرآن المشركين تا وإلهي غير كعابده هدي ألا كلية للشيغة ويدي ديان وحي أيغو ربان هدي للشيغ شيغانا ويفرحيان وإذا ذكر الله هدي ألا للشيغة وحده كلية ولا يرهد والإلهي كلية هل عابده اشمأزت ويددي وكهن وحبك هذا يسل ميسو قلوب الذين لا يؤمنون قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة كوا أن آخرة رمين إن قلوب تذو ويددي وإذا ذكر الذين من دونه إلهي كسوك يهدي إلا الشيغة وعده ثبينه إذا هم وبإيغو يستبشرون بشارة السنيان أو فرحيان أو منبسطين مركا اشمأزت معنى هذا وحويا نفرت وذعرت وينحي ويددي ويقلب حمان هذه اللي يراد إلهي كليا هل عابدو إلهي كليا هل عابدو ما عدبي وحود بتاه جوابته وميا أي نفرت بمفازتهم آية الإحدانية كو وهي قوله تبارك وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون بما لنت قيامي مركي دتك لصوتبه محشكي انت الهي عابدي يا انت الله غير كيد عابدي اهل النار كي اهل جنه ويكل دويهين كوي اهل النار كها محل سويري ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده ما لنت قيامه
qofkaagaan lala hadlayo waxaad arkaysaa kuwii ilaahay ka been sheegay wejiyadoodu madmadow naxdin qamandhaco murug markaabaa ilaahay leeyahay alaysa fii jahannama mathwan lilkaafiriin أليس مثوى ميون نهين مكان هويتك للمتكبرين متكبرين تا وأهذي أي ربمانيان في جهنم ميون نهين جوابت وبلى وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله ألو بدبد الذين اتقوا كو اللي مدين تقوى له كلمة التقوى علماء وحيكوف السيران أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه من ربه من غضبه وعقابه وقاية تقيه إنه وحا أكبقيه ووليب أكدكتون يهي وعرض إلهي عقوبتي سيئة هي إسكا دحدودا إنو دغو دربي وقايو غاشان أو كاكا غبضو أو أه فعل الطاعات وترك المنهيات ضاعات كي إنو سميو منهيات كي نكتغو مركا قولادي الدنيا دا إنتي جوغين سيدا أها ربي بابد بادنيا بمفازتهم كلمة مفازتهم ومثلا كلمة دوني إنه معنى هذا وحكو فصري شيخه من الفوز بيكتب لمن تولي إن إلهي تقوى يضاع وفتشيي محشر كم مكي لغسو دريرو لغسو دقاقو نارت جهنم يسرات كيبا لمرية قف إلى هيبة بادية ضاعك بادية ما هن قف قال لك ما قد بيو وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كوي مكا ألك عبصدي وكو إلهي أوليه وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم يعني إلهي بوافجيي وحي كل بار لهايين وضاع ذئة لا يمسهم السوء سوء يحمان إي عذاب تابا مايو ولا هم يحزنون من مرغونيا مركي جنة قلان نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل حافين وهي قوله تعالى في آخر السورة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى وذر كيسا قف كاغا مسلم كاهو وهذا كان لقولها الليو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعدك الصوم مضن ربي خضاب كرامة لإن أجيريو ومؤمنين تأ وترى الملائكة والأركيسة ملائكة والأركيسة حافين حال كونهم أيهين حافين كوي كوريكسن وكهريريسن من حول العرش أي عرش الرحمن يسبحون ويتصبح سنيان ربي بيكو تصبح سنيان وحمئي وحن لائق أهين ينقصان لم بيك هفيان بحمد ربهم ملتبسين بحمد ربهم ربي قوضا مهديسا إيغو كليهم وقضي والحكمي بينهم أي بين الخلائق بالحق بلغك الحكومي
ووحكوه الرئيسي آيده وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يتيك دنبيسي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا آية لها أهل جنه جنة بلقي أهل نار نار تبلق حري والله كره حكمي وقضي بينهم بالحق وقيل وحان الليل الحمد لله رب العالمين ربي ما مهضله هاي لربي حكمي إما عدل وإما إحسان أهل الجنة جنة وحيك قلين بإحسان الله أهل النار نار وحيك قلين عدلي الله الله وضب إلهي وكما حسني عز وجل وقيل الحمد لله رب العالمين. إذن حافين معنى هذا أي أطافوا به عرشك إلهي بكهر ريسيهين مطيعين إيه مطيعين والربي أطيعي بحفافيه أي بجانبه لنعيدس متشابها وأتوا متشابها مريه جنبة في سورة البقرة أي ليس من الاشتباه ما يتم حلو جدا وصورة دان القرآن كان لقاها الليي آياتي متشابهة مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم باللو إذا صغبت طيب على كل حال قرآنك يشبه بعضه بعضا كلمة مركب متشابه لبا مع النبى والله استعمالا شبه اختلاف نوتشرو وقرآنك اختلاف يو تالو مجهدو قرآنك مركب يتشابه بعضه بعضا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله ألا نزل وسود دجيي أحسن الحديث حديث بتكوه ونفسا والمراد به القرآن كتابا بسود شيء ألا متشابها السوء أك مثانيا للب اللبيي وعد بالله الليا وعيد بالله الجن أهل النار بالله الليا أهل الجنة لبوح الجن وهكذا أمر بالله الليا نهي بكوحه مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم مركل لقد الأخريو وأي فهمان قلوب تكو إلهي كبقي كعب سنية ويتشير رعان ثم تلين جلودهم وقلوبهم جسد كودي قلبي قوضب قرآنك أتشلعي إلى ذكر الله وصامين قرآنك ذلك هدى الله تسنوهن الله
إن إلهي قلبك قتشل عيو وقرآنك أتشل عيو وهدى الله يهدي به من يشاء عدو فرون إلهي كهنونية ومن يضلل الله فما له من هاد كوي إلهي دبيو عيد هنونين يستهل مجد قرآن كنا مسامين أيو وعندك حوك لقلوبته نعوذ بالله من هذه الحال متشابها ليس من الاشتباه إنه اسكه إيمان يمئه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق وإسمه مين يا قرآن اسم الديني باب قوله تعالى يا عبادي الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل وحاتر هذا النبي يا عبادي الذين أسرفوا دتك وحاتر هذا وارددوا ربي وحريد الله يا عبادي أدومه يجيو وحادومه يجيو لو الله نبي وحلل وحد كتر هذا دتك وارددوا ربي وحريد الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كو حد قدبك كسبي نفتودا وحمانت إيا ذنوبتا كتر احتقي لا تقنطوا من رحمة الله إلهي نحريستي سهك قوصننا إن الله ألا يغفر الذنوب جميعا ربي ذنوب تردن ودافا هذا كتبت كنت إنه ألنا هو ألا الغفور الله دافي دبدا وي أدومه سوء توبت كينا ودافا الرحيم وانا أم حريصا من رحمة الله نوحا كملا إنه أدومك توبت وفتشيو دبدا دنو ودافا يا رحمة إلهي كملا دنبه مهما أوغارو ربي تبارك وتعالى ذنب الله في سينا حديث ساكا واسع حديثه ألا ليه حديث القدسية يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك إن آدم هدي ذنوب تادو قالوا أنت موقتة صمدا موقتة تبديدنا أبي ذنب الله في ديسته وقلاه وحذب إيا رب إذين لحياء إذين كالعلين ينمتها حديث قدسي كان لألم حليه يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار لما أنتين وأتقفيسان همين إيا مالنبا وأنا أغفر الذنوب جميعا أنا أقول الذنوب تورنبا النافا فاستغفروني أغفر لكم إذا بلاف ويديسا أن إذين ذا بلاف تأمن لك إذن أيدي وأنا لك رأيه هل كان رب الحليه يا عبادي الذين أسرفوا أدوم هيقا حد قبي كنت راح تقي ذنوبتي يا حمانتا نفتو ذا ظلميي لا تقنطوا من رحمة الله نحرست إلى يفقه سمينا ذنب الله سميه إن أنا حريص إلى حق وسطر أبوي إن الله ألا يغفر الذنوب جميعا ألا ذنوب تردن وعافا إنه هو الغفور الرحيم ولأجل ذلك أي عبد الله ابن مسعود وحال قوري قرآن كآية وفرح بضا وآية قرآن كآية هيسا آيات أغفر حقلئك ذلك عاصمتها
وآيتان مرة قال أبو حالة إلى هذا أرجى آية في كتاب الله آية أقول رجى قليله وآيتان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ذنب الله سمي الكفر هي شرك وأبوين يا غنى هذه لا قطوة تكون إلهي وغافة إلهي وغافة هل كان وحن كفهمنا ربي تبارك وتعالى نحريس يسؤنا واسع تهي أدوميه سنة خير لدونيه لكن أيوة إشار دور ريان سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا دد من أهل الشرك أهل شرك أها ومشركين تي قريشات كانوا وحي أهايين قد قتلوا ضد بيلايين وأكثروا قتلين وبغيين وزنوا وزنيسين والعياذ بالله وأكثروا زنين وبغيين يعني حمان عقل بيكون لحشقين فأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي مادين فقالوا وحي رهدين إن الذي تقول وتدعو إليه وحاد أرانيسو والأبو يريسو ضدك لحسن وهو نكسوي لو تخبرنا هداد نوشيق له أن لما عملنا كفارة وحي أن سميني كفارة مرأي أن إسلام لي وأن هو يرسو وهو هو نكسني كفارة مؤتها وحن سميني وحميها وحبان ديني حمان ربا سميني كفارة من ربنا قريسا فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون آيداس وأنفسهم سورة الفرقان أن لما يستغنوا والذين يسدين من سورة الفرقان طيب والذين لا يدعون مع الله كوا أن ألل شركي سعيدك للعبدين إلها آخر ولا يقتلون النفس نفتين أن دلين التي حرم الله نفتي دلك إذا إلهي حرمي إلا بالحق حق إن يكون دلين مويه ولا يزنون أن زني سنين ومن يفعل ذلك أنت قفك سمية إلهي أشريك يالا نف إلهي حرمي دلك إذا دله زندي إلهي حرمي فحشره الذي ماذا يلقى أثاما يعني وحلك المياه النار في جهنم إثمي سي عقوبة سي ولك المياه يضاعف له العذاب عذاب كالله لا بيا يوم القيامة ما ننت قيامه ويخلد فيه مهانا عذاب كي جهنم ونكواريا إسقو مهينة إلا من تاب قفك توبة كينا مويه وآمن رمية وعمل عملا صالحا عمل صالحا لي ماذا فأولئك يبدل الله هو سلاه بأبدل سيئاتهم سيئات كذب حسنات أبدل وكان الله غفورا رحيما إذن إلا من تابوا هذا توبتك أنا ويكسر الله تان حميدي والله في كفارة ويؤتهي بل سيئات كيبا أبدل حسنات إذا حسن إسلامهم هذه إسلام نمدد إيها قد سناتو آيات دسا سودكتي وعاكلو سودكي آياتان أندو جوبنا ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن مهما بلغ ذنب الإنسان لا يقنط عن رحمة الله الباب كجرى ولأفرا الباب كجرى أي ولأفرا هدي مانع من جرين موانع لنا محاكمة توبة من عليا
إني قرحة كصوب حضو قلبت مركا أي صوب حضو آية داستي ما دطوة إلهي أقبل يمجد إيا مركا النفط هركان قادو والغرضة الله بدا تشير متكودنا حالة دا الله بدا حالة دود وحي منعنا إساة توبة دا متكمده هدو قارو. باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه. منصور هو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن عبيدة السلماني عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن مسعود. كل قول ووضع مسمى مثل ما اسم في مجرد على الشيء ابترسي من دمر منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله وشيء غريب سنه كذا زاويه. اذا منصور هو ابن المعتمر وابراهيم ابن يزيد النخعي وعبيدة السلماني وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال وحي عبد الله بن مسعود جاء وحي مد حبر من الأحبار أي عالم من علماء اليهود يهود علماء ذا وحالي أحبار أحبار بالي رهلا يعني حبر من الأحبار أي عالم من علماء اليهود ولم يسلم من إسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي أيمت فقال وحير يا محمد يا رسول الله ما أرم إلى رسول ما أمر ما إسلام ويؤجهين لكن ويديديهين ما قعسوا أغياري أما ما قعد النبي أغياري جرينا ما وحيديه جرينا يا أبا القاسم بس يا محمد إنا أنه نجد أي في التوراة توراة وحن كهلينا ونأقع أخرينا أن الله ألا يجعل السماوات سماوات كأنه يلي على إصبع إصبع وفر والأراضين على إصبع سماوات كي يؤذل هل إصبع إسوقين إياه وربك قاضي والأراضين على إصبع والشجر على إصبع شجر هو قيده لن والماء والثرى بيها يحرس كان على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول مركب لي هي ألا أنا الملك ملك بنا هي أنا ملكي وفي رواية سيدنا إيمان دونتا أنا الملك أين ملوك الأرض ملوك الأرض أوي ما أنت عيد ملك الشيغان سن الله أهين مجره لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أنت مركو الشيغانك حبرك أها فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيك قصلي حتى بدت نواجذه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي مغذين نواجذ نواجذ ذا مرنا قوس ضبيتك لغوفة سراء مرنا معيها لغوفة سراء وقفكم مركو قصله معيها مغذة هي قوس هراتك إيو حتى بدت نواجذه أي أنيابه تصديقا لقول الحبري حبرق هذا الكؤو يربو النبي الرومينيا سابق قسليا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاب النبي آيات أخرية وما قدر الله حق قدره ما إن قدرين ألا قدر كيس ابن مديس والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أرلدنا دمانتود وإلهي قبشدي قبضضة الصومالي أهانا دان معنى سوء وينه وعن طابة وحليلة الصومة قبشو مركا
والأرض قبضته يوم القيامة، والسماوات سماوات كينا مطويات مثل الضوبيوي بيمينه، أي بيمين الله سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه هفننت ربي وتعالى كرأهاي عما يشركون وحي الشريقي ليان. أصبع بالله الشيغي أو أصبع بالله الشيغي أو أصبع بالله الشيغي أو كل قود وصفات الله أو ربي بالله نسبيي إيوه قبضة بيمين صفات كا أو إذل وأما النبي قل ربي كسفيي أما الله إسكسفيي أما صفات الذاتية هالنقطة أما الصفات الفعلية هالنقطة كلها نؤمن ونثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته سإله وعمد من غير تشبيه إن قل إلهي خلقي قسك شبهي ومن غير نفي ولا تأويل إن قل أنفلين أن الأولين ارتحمك سمع صفات بضنب إلهي سكسي فيه صفات كوافرينينا وانا نقص بيننا ما ديدينا ما انفلينا قل ديدي قل وحي تاق انتهي واسم كليه مله رحيم لفظ الرحيم هي سميع هي بصير هي قدير هي عزيز معناها وكتسنا يا معناها ربي كسفا وانا وكتسنا يا سفا وكتسنا يا عليم مكان لرهن ربي كصفينه صفة العلم والرب الذي اتصف به بين تسنس صفتي قويين مركز غير ذين عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع رحيم بلا رحمة قرها سوى قرها بوضي قرك لو شبهين خلقي قيلي كشبهين قال قرن وأكراتي قرن وأولين تأويل آدي مينو تشبيه آدي مينو نفي يديد بآدي مينو وحي إلهي اسكو سفيي والرمينينا وانكو سفينينا من غير تشبيه ومن غير نفي ولا تأويل يا أيها الأخوة الكرام تصريح نعم باب قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة عبد الرحمن بن الصخر قال وحير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا مقليو يقول أرنيو يقبض الله الأرض ربي أرضه قبضاً قباً ويطوي السماوات سماوات كدوبي بيمينه يمين تيسة ثم يقول مركاب الله أرن أنا الملك أنا الملك ملك جيبان هاي أين ملوك الأرض كو أرض الشيء جري ملكي الظالمين تأها إذا عذابك يا ظلمك دنسيي أوي سوم بالي هذين دد عدولة وأهل خيرها أين النقل تكبرك أي الدنيا لا تشوفين سدا يعني كبر يا رب كل كلمان ما نتقي من وحال صو حاضرين إياه كأمثال الذرة ذرة أي رؤاه على صورة البشر أم بالصو حاضرين ودتك كجوج جوج سنيا ما لنت أيضا الله أهين أو ملك الشيغان يساهم مجرته مالك يوم الدين باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى
فإذا هم قيام ينظرون ونفخ والأفوفي في الصور بنكي وآلو شكل يدو سيديتين انقرنين لكن وحكا مدان الدنيا كنا قانا زمن كيهورا وحاجر جلي جيس أما جيس رؤاد أما جيس كالي أو لا أنت أفكر لصارو ماذا حورو في قنا ولا قوين إياه أفكر وين أنت أفكر لصارو لا أفوفو ودو وقوين وسيدة هون كبابورتو كلا بحين إياه والله إسوكو باقو لا سيما مركي خطر إيو محوها إيو على دي شفتو مركا كاو كلمد أه أو قيامة إني دعي دعضي أدون كينا لما ضيئة ملك بقى أحد سارة وأفوفي ملك قاسد النبي قوه نو شيغي ملك أفكو ساري لبدا قعمونا وكوها يا أفكنا وساري دكتنا وهرعيي إيش نوافرنته ما اللي بيقصنيه هذول اللي بيقصدوا وكبقيا أنتوا اللي بيقصنيه إن أمرك الله سيو وأمرك إلهي كذا وديار أنقنا هود بين بينو شيء جيسا سنوات دير هي عمر دير هي توبة الآن هي عبادة الآن هي تسويف حتى ودنبات نقولن تاي حتى اللي يرى تاي إسك سعى سمرت وهي عصب عالم كشعل كسعى سداس إبليس كنا نلاقي هي هذي دي لها من كل عجبنا مركا والله ونفخ في الصور بدو تسعو وح الله لوحن وليب كل من أيه فصعق من في السماوات فصعق من في السماوات ومن في الأرض سماوات كي أرض وحي أهذي دن يا لمن أيه كل واحد من أيه ومخلوق هلق هلايا كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجه الله طيب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وح الله لوح مخلوقها إلا من شاء الله عدي إلهي دون موي عدب إلهي كسو استثناء وعدي لا نعرف لا نعرف وهو الله الشيخ شيخا لكن لا نعرف ولا وضع من أرلاذا كركيذا وحجوغا أو نول أو نحصلا أو مخلوقا مجران ثم نفخ فيه أخرى ولعل عد إلهي استثنون يئنو يهي ملقا بونك أفوفي يوحي اللمضة ثم نفخ فيه أخرى مركلا لأفوفي فإذا هم وبئيقوا قيام أه تبكي وضلنتي ولا تحتاجيهم لولك ولا رسول حي فإذا هم قيام ينظرون وحد عي بإيجيان نعم آية داس عامر وهو عامر بن شرحيل الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي بوحير إني أنبو أول من قفكا أبوه الريبنا هاي يرفع رأسه مدحيس صو قاضية وصو نولانية بعد النفخة الآخرة نفخة الضم مركا لأفوفو نفخة البعث تيهور محايا هيد نفخة الصعق ومدل لقول لمن أيوه مدان دنبنا والنفخة البعث أول من بن أهانيا يرفع رأسه مدحيس صو قاضية بعد النفخة الآخرة نفخة دي اللبات مركا أن صوت الصبا فإذا فأذو فاء الفجائية فأذي بيجرين فإذا وبئيض أنا أنوغ بموسى وأنا بأني موسى نبي الله موسى لجوجو متعلق بالعرش حال أويه من عرش الإله كل جل فلا أدري مؤجي
نعم أكذلك كان مصيراً بأهاي ومن نورا كوى إلهي كسو استثنوا ذي بكم ديهاي أم بعد النفخة مركي لأفو فيبو صبح يو سو نورا دو سو استاقي هو إيقه الرئيّة ما كلا قرر لي لكن أول من رفع عنها وابا أبو مصر تاقن عشر لك رويلة قاركود ما وحالقو أمل مريي نفخدي نفخة الطور سعقدي سعقة الطور إلا مركو يري ربي أرني سو مارث واتي مارث اللي يري جبل كفيري الجبل كم مركو قرحي صعب وقد عاي ما سقع على اسم اللي هو بدلي وسقع سقع على اللي ما بصامين مسواسده إذا وحي كتب سنة إساء منزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي الله موسى عليه السلام لبدودنا من أولي العلم من أولي العزم الأعمش أنت إن المركب أوجد من نفخة ظهر ونفخة الصعق وقيامة أي كل عيسى بوم كاس الأفوفي خلقك إلهي كو وشر تبضني كدر بعي خلقك إلهي كو وشر تبضن أي كدر بعي قف مؤمنه إلهي فما يسلنا ما أنت بتشوف مؤمنين توعد ماذا شرار خلق الله نبي يقول وحولي يقفك أبوه وكريا وبومك الصوت كي سمق الله ننجيلي صدرك وكورا صلى لها هكذا سنة يوي نعم الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش قال سمعت أبا صالح السمان أو الزيات ذكوان مقعيس الذكوان بوها قال سمعت أبا هريرة مقلي عن النبي أي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كحدثوني قال إن النبي يري بين النفختين لبض النفخة نفخة الصعق إيو نفخة البعث وحاول حيو 40 أفرطن أفرطن باول حيو ساسا النبي كما قالوا قالوا وحي رهدين أرددسي أبو هريرة أرددسي يا أبا هريرة 40 يوما 100 قال وحير أبيت وانديدي قال وحير قفك ويديي 40 سنة 100 قال أبيت قال وحير هذين إنك ويدي وحير 40 شهرا قال أبيت يعني النبي 40 أمبو يري ما 40 سنة با ما 40 يوما با ما 40 شهرا با ما كيرا ما كبضنا ما وحكلا لكن النبي وحير 40 أمبا ولحيس مركاسه وحير النبي صلى الله عليه وسلم ويبلى قال أبيت ذان هدى كل حجرته وحي راعيسا وقول أبي هريرة إلا وحي ويدين 40 يوما قال أبيت 40 سنة قال أبيت 40 شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء لفظي كان ويبلى كل شيء من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبلى وبابايا كل شيء كسر من الإنسان إنسان ككمدة جسد كيسي لفيه سي وعرمادين إلا عجب ذنبه عجب الذنب هو حويا والأفير أردوبا أفير أردوبا بيلاذاي وحولها مكر لقره
حريرتان ديري حريرتان ميشا وقدام بيسا بيكوت هذا لفتاير مويي انت كلاوة دمانيسا عجب الذنب ايضا عيد معنيسا وسيدي فيه يركب الخلق ايضا اصبح خلق اذا لرسو ابو ريا المهم مكة يقولك هو يدك ابو ميان ايضا ابو مات تمام هدونا يا رسول كعبور ميا فيه يركب الخلق نعم طيب أيضا مرة ما نسمعك سورة المؤمن وهي سورة غافر قال البخاري ويقال حاميم وحاء يمين حروف مقطعة مقطعات كا سورته كب اللام منوي مجازها مجاز أوائل السور أي حكمها وتفسيرها تفسير الأحرف المقطعة في أوائل السور سورتها أوائل كودة ألف لام ميم ألف لام راء كاف هاء يا عين صاد طه حا ميم ياسين قاف صاد بعشر أنواع حروف المقطعة سيدة بدن علوم هذا ما فسراني وحير هذا الله أعلم بمراده إلهي بقرني علماء قال كنا وحير هذا وتعجيز ومشركين تبا لو جوابيا مشركين تان نبي وحي كتهمين قرآن كو سميستي ها قرآن كميو سميستي ها لقدين عربيا وألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء حروف تيدو طهي وألف يا لام يا ميم يو نون يا واو يا هاء يو حروف تا حروف تاس بالقرآن كره كبين هذو كنا واتكو هذا الشان بالقرآن كو كلا كينا مكيني كلام مك وميا علماء كانوا قالوا كذو حيديه تنبيه بلو لتشيدا قرآن كمرة من اللي دقيسان وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون دكي بي أشيغيان يعني. هل دقي سننا دقا حد أخصر قيلية سي عندنا مقل إذا قرآن كوا سامينا سوما مرحبا قرآن كي بي دقي سنوائي تنبيه بالله تعالى قريبا ألف لامين مركي ليلان وإذا هو هذا كله عظم كلمة أي مغلي شيرين ما هين هم حوشير ولا يسنيا قرآن قال لك الله سيدا بظن آياتها حروف تاس قدا شودا قرآن قال لك الله يا يتوحيد في ربي عز وجل انت انا ويه على كل حال وحي أن نقطب حروف مقطعة مشي لمريه مريه واي شاس إمام البخاري المرك مجازها أي تفسيرها مجاز أوائل الصور صورة هاي حروف تازكوب باللوضان ما شاء الله مريي حامي من مريسة ويقال وحاكلوا ليريه بل هو اسم ومقع بيرهدين قال وحي رهدين ومقع ووحي أدلي الشديد بيت كان لقول شريح ابن أوفى العبسي تذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم بيت كاس أخلي يذكرني حاميم حاميم بو إحسوسيني والرمح شاجر والحال الرمح دخل فيه مركو كل عيورنكي أيو حاميم إحسوسيي
فهلا تلا حميما؟ حميم هو روايي قبل التقدم أي قبل الحرب. أنت عند قالك يا نمر كي ورخ بعين محو وحسوس وايي. قصة ما هي هاي قصة أنا ما بيت كان وحو دعي وحال يره ذا يوم الجمل مجموعة دي طلحة من عبيد الله هي الزبير من العوام هي صحابة دي لسعتي وإصلاح دون كأهيت هي عائشة هي علي بن أبي طالب هي جيش كي سيدرالك كده حد عيبو. نعم نعم دين كاننا شريحنا عيدا كعليب وكمدها نين لا يرادو محمد بن طلحة ابن عبيد الله طلحة بن عبيد الله مجموعة عائشة كجري محمد بن لسعد والله أعلم أيا علي وحو إيري وحونا لبسنا عمامة مدو علي وحو إيري لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء ننكا يان لدليل سبت إيري سيون هيدب على كل حال وليك يون أسقاها مركا ورن كيف هو مفتمر حاميم تمرك للشيغيان وقوله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى نبيك كير قريش وحي كان يدين كان ندي سوغر سينيو أجر يا ثواب إنك مفربو لكن قرابة لماذا يقول حريرية إلى قرابة المدوى معنا كوضع لحية صمادتك وحين هو أحيد بالي لهذا أفقرشو قول أدان علي بن أبي طالب جماعة دولة أفقرد ولا يقرأ صمع عيدنا نسأقوني هذا دقال إسلقران ما هي سوء أفقرتان باغ باجي لصمع لذلك أسكرت صمع مريبا قران كران أمالين يا وحسكر صمع مريبا من قجرة طيب باغ باجرة هدي أولادي جرتو مركا أفقر الشيء وهي الحاميم مركا ورنكي مركا كل عي أيو مركا حاميم تي حسوسي مركا سبيت كان أخري يذكرني حاميم والرمح شاجر حاميم بوي حسوسي مركا ورنكو قلي مركا كل عي فهل لا تلا حاميم قبل التقدمي انت آنو حربك يدقالك ينبر كل عين محو حسوسين وعي. مرك هذا وحي أجران هذا وحي كوضان يذكرني حميمة والرمح شاجر فهل لا تلا حميمة قبل التقدم حميم هذا مفعول بين عضي مفعول نيادعة اسم سمع مرك هو اسم بيقول يرهدين لكن سيدة صحيحة هي وحروف سيدة صحيحة هي حق يميم واي لكن مركز الآخرين يسألوا آخرين يا حاميم مبالو آخرين يا نعم المهم قولك بخاري قاضو مجازها مجاز أوائل السور حروف مقطعة ساسا لو يقال الطولي سورة غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي الطول الطول التفضل والنعم ذي الطول
أي ذي التفضل والإنعام الله منعمك ونعميي أدومه سأنعميي أما نعمة العقل هالنقطة أما نعمة الدين هالنقطة أما نعمة الأهل والأولاد هالنقطة أما نعمة المال هالنقطة كل غنى النعمة صعتنا يكتمت الله عز وجل شكر من ربها انتهينا لله وشكرنا بلى ذي الطول التفضل أي النعم داخرين أي خاضعين يرى خاضعين وقال المجاهد إلى النجاة وتدعونني إلى نعم أدعوكم إلى النجاة نعم آيدا أفرتني يكو من سورة غافر ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار والرجل المؤمن من آل فرعون وصبحي والنبي الله موسى غير فرعون انتي بينيين أي أدواني أدب أواني مركي دنباد إيمان كسنة وقرينيي قفك إيمان كالهنا اسم غريكرا إيمان اسم غري آخر كو قدن بيسولي ويا قومي قوم كيغيو ريتو الكيو ما لي محائي أهاضيون أدعوكم إلى النجاة أن إن كو ييري يا بدبادو العرض إلهي عقوبة سكا بدبادان وتدعونني أدنكنا أدي كو ييريسان إلى النار نار أدي كو ييريسان قفك مؤمن كاهي وضدك إيمان كو ييري يا بدبادو كو ييري كان كافر كاهي الضلال كي فساد كدتك كو ييري أنا نار بو كو ييري إلى النجاة الإيمان ويمك وحب بدبادين يقفك النار كبدبادين إياه وإيمانك يا عملك صالحا ليس له دعوة آية دا أفرتني صدح لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار لا جرم أي حقا وحا حقه أنما تدعونني إليه وحدي يقول ريسا عبادته ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة مرها الدنيا هي آخرا مدنة دعوة يا عباده مدن مرها ليس له دعوة وحلو جده وأوثانته أي عبادة مله إلهي كسوكي استجابة ماله عبادة من مدنا هذا من تعلم بري سنك أجيبي ما يو نعم محايا لو وصل ايه ورطو حي كربان واركيا لانه تقرئي لك حي قرئيهين لكن فلسفك لكوز جرتو وحيليهين ملائكته قبله إلى هيئة وإله قال لكي يهي أيانو كم مثلينا وأيان عابدينا ومركا وحن ربي كربني نورسو قاضي كرانو النور اللي قلي كران أنه ستوس إلهي وما عابدي كرنو وأن دنبوني دنبي بضانا نغهران ووسوسة الشيطان ووسوسة الشيطان نعم أذقي يا ربي أن عدين إذين دحينين
ربي عابد سيد عابد إلى هذا النبي محمد باكو باري صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وثن كالو جيدا يسجرون آيات تضبات اليوم لبات وهي قوله تبارك وتعالى أهل النار كاللقاها الليي وحي الكرء الله أيضا ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ألم تر ميادا أركين النبي يوم يعدك الصو إيمان له أو مدن إن خضاب لوتشيديو إلى الذين يكون ميادا أركين يجادلون في آيات الله آياتك إلهي كالدودية علم الآن أنى يصرفون سيد حق اللوغة تشيريي وقلب قودي الله ضبوري كوا سوى كوا الذين كوي وي كذبوا بالكتاب كتاب كي ربي سود جيي والنبي محمد والله صدري قارهان قود أهان كتبتي إلهي زود تشيريي كوا بينيي وبما أرسلنا به رسولنا إيه وحن رسول شديد الله صدرني كوا بينيي كوا وي فسوف يعلمون دبدن بي أغان دونان هذا ضغيان كإيو كفر كإيو كبر ك أيا إن لا إيه عقل تري ودقال أن كل ذي دبدن بي أغان دونان إذ الأغلال في أعناقهم إذ وقت بي أغان دونان الأغلال في أعناقهم قعمه انت سيدة الله سوء حري وقورت الله حري وسلسلة الله حري نارت الإحدي دي لغو تشيدي والسلاسل يسحبون أغلاشي يسلاسشي انت الله حري نارت لغو تشيدي نعوذ بالله من النار نار با لغو تشيدي قريويهين والله الشديا مركا يسحبون داس معنى هذا توقد بهم النار نار بالله هوريني نار تبقى حرها يقريها لغو الشديا وضد ولأجل ذلك إلهي قرآن كي سؤول كليه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نعم تتكى لغو الشديا اللهم إنا نعوذ بك من النار وحال أهل النار تمرحون تضواتني يوم شن ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون سلا يده هذا النص هر مرة يدبجوكته مركي انت الله حري سلسلة الله حري نارت الله طوري نارت أيكوشد ميسو ثم قيل لهم وحالاورا أينما كنتم تشركون أصنامتي هي إلهي لي الإله عبادتي سلوا ذا جسين آوي وهم إذن تركران نارتم إذن كبد بادي كران يعني هذا الكلاورا هي عذاب كؤه ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله كواد ألك سكي عابدي سين لله عبادتي سلوا ذا جسين أوي قالوا وحي لهذا ضلوا عنا وإن قالوا من واويني بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بل إيه لم نكن ندعو من قبل شيئا وحن عابدي جرني لو حبابا ما أهين وحباضي لها يا هاي وحبابا ما أهين لما أنا عابدي جري وعقلي جيني حق يجري كذلك يضل الله الكافرين سداس وكلب إلهي قلوا مياك وكافرين مركز بوحى الله أرن مرك ذلكم كي الناس وحجي ربين إن عابدين بما كيوي كنتم آل هيدين تفرحون كوي كفرحة في الأرض أرد دحل إذا بغير الحق حق الآن
قف على ذي إلهي على كيله كتب بما فرحه. نعم. وبما كنتم تمرحون يا وحد أهيدين كوي فرح كبير كأ مرح هو فرح كبير كأوي تمرحون أي تبطرون كبير وفرح كبير كجرو ساسة ضحيلين. وكان العلاء ابن زياد يذكر النار شيخ قال لي رضا العلاء ابن زياد وكم ذها سلف كي هوري أيا وحوها يذكر الناس بالنار نار تدك حسوسين جري نار والله قعررا. فقال الرجل نمبا وحو يري لما تقنط الناس لما تقنط الناس وردتك محروق سنيسا وذن حريست إلهي وقو سنيسا. قال وحو يري العلاء وأنا أقدر أن أقنط الناس ومينا نقو أوذا إن اندقوا سيو والله عز وجل والحال الله عز وجل يقول ورنيو يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنضوا من رحمة الله. إلهي باب السيدة له من ربي مددنا قوسين كرا. نعم. ويقول وعكر على ليه وأن المسرفين هم أصحاب النار وأيضا هدى أن حليني آية كمدة وأن المسرفين ثم قيل لهم أينما كنتم يا ما يوصل الكلام وصل الكلام وأن المسرفين من أصحاب النار. سورة غافر نفسها 43 وأن المسرفين هم أصحاب النار وهي قوله تبارك وتعالى أيضا وصامرني كل ويته لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار هو مسرفين تا الدبق كحد قدبي أن كتوبت كين أصحاب النار بي أيهم. في آية مكة وحوية فجهنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنضوا من رحمة الله. أما كو إسراف أنت لي من أن توبت كين ومن أصحاب النار وي مكة رجي هي خوفك إن لا يسوق بربر ولوي الخوف والرجاء مرنا للرجي ليو مرنا للعبسي ليو قرآنكم وصاص ولكنكم أنكم تحبون وحاج عشهين أن تبشروا بالجنة إن جنة الله إنكم قب الشاريو على مساوئ أعمالكم إذا عمل كين نحوي هي وإنما بعث الله محمدا وحاء النبي محمد إلهي وصوصاري ربي محمد مبشرا حال يهمد بالشارين يا بالجنة جنأه بشارين يا لمن أطاعه عدي أطيعه ومنذرا حال يهمد جية بالنار أي من النار عن النار نار كدجية من عصاه عدي عاصصة. نبي صلى الله عليه وسلم وحال سبحي بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا مبشرا ومنذرا وهو بشارني يا عيد ربي أطيع الله وهل دقي يا عيد ربي عاصصة بعد كل وقت دقي لكن دتك وحي شغليهين إن جن الله قب بشاري يقو إله عاصية ولكن إنك يري محادتك أقوصين إيسا بأقو جوابي يا إنتاس. إذن قرآنك بين مركو نار كهالله جنو كهالله مركي جنان لغا هالله نار بالغا هالله أهل جنان مركي لغا هالله أهل نار بالغا هالله
أهل النار مركي لقى هلا أهل الجنة لقى هلا سي قفك أنت الله يسبر برديبه ومركا أودورته طريقة بدبادة هي جنة أودورته حديث كان كدر نور محمد بن إبراهيم التيمي من بني التيم من قريش قال وغير حدثني عروة بن الزبير ابن العوام قال وعيري قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص وخان وعيري عروة أورنية عروة وتابعي وليس صحابيا لكن عبد الله بن عمرو بن العاص وصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص وخان وعيري أخبرني إيش بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم مشركين توحي النبي وكو سمايين ولبعها وحي أغدرنا قال وحير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت نبي أتكليه صلوات الله وسلامه عليه في فناء الكعبة كعبة بنان كيدا لنعيدا إذ أقبل وحسو قابلي عقبة بن أبي معيط نكالي رهدو والرأس المشركين ها مشركين تكوى أبوة وين بكملها قريش بؤها من بني عبد المناف بؤها وين والنبي صلى الله عليه وسلم أو هو سدحاد بإسوء مني من بني عبد الشمس بؤها من بني أمية بؤها وحل قد لي بدر إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قربك كقبتي ولوى ثوبه في عنقه قرب صارك كوري النبي أي قرط أقريو كعيشي خنقا شديدا وكعيشي فأقبل أبو بكر أبو بكر بايمت فأخذ بمنكبه أي بمنكب عقبة عقب قربك كقبتي فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بكطوري قال قطوري وقال وحنيري أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون بيد ليسان رجلا رجل بيد ليسان أن يقول أي كراهة أن يقول إنه يري نعتان أبن عيسان ربي الله ربي يقبى الله وألا عابدي نعتان أبن عيسان أو غير بيد ليسان طيب وقد جاءكم والحال قد جاءكم وإذن ليمي بالبينات بينات عد من ربكم ربكي نؤمنك ليمي هذا كان وهذا كان مؤمن من آل فرعون وغير فرعون أيري مركا نكالي راهدو أبو بكر مركا وصو اقتباستي مناسبنا ويؤتهي مقامك سوردنا كلك كهري سودكت سورد آياتنا كلك كهري سودكت سيدا درتيت أيا وحي رهدان أبو بكر هي مؤمن آل فرعون الله أرموت بيكوك لدونايين مؤمن آل فرعون كان يكتب إيمانه لكن أبو بكر كان يجهر بإيمانه سمع وهو دفاع النبي نبي كان نبي الله موسى الدفاعي سمع رأسي أبو بكر النبي محمد الدفاعي لكن معي كوك لدونايين ويقول دون مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه وأبو بكر يجهر بإيمانه هذا واحد هذا مؤمن دونايين مثل ويقول دونايين مؤمن آل فرعون نصر نبي الله موسى باللسان وأبو بكر دافع رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان وباليد لبض الله لأنه انت كان قبطه قلال طوري وكدعي سمعتي مرة انت انا ويقول كل الدنيا
انت وامك ابو بكر لديري يعني. سيدا دكت اذا قف كسطر مسلم ما الحق الهي كد يعني يهي هكا مسلم وح الله لو حال حق الهي وقر جارك انت وقو يفعل اراه هذيك لا قفك انت مير وديك الهي وقر جارك وانا اقر جارك وامسو ورمضوا حيرا لان شيطان اخرس شيطان افلعوي شيطان اخرس اكو سفوبي مال الهي دين كيسي اي حق الهي لقد ضيعيو هكا امسو نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.